وما بعرف إذا حكيت رح تصدقيني ولا لا، بس بيان بحبك كتير. بعد ما داهم بيان بيتي فجأة لقيته عم يتقرب مننا، ولما صار واحد من الزباين طلب مني إنه واحدة من البنات اللي عندي تتقرب من خليل، طبعا لأنه كان شاكك فيه. وفعلا طلع شكه بمحله وطلع خليل سادي، ووقتها بيان راقبه وسجله وكشفه. اللي بعرفه عن الرائد بيان إنه بيتقن شغله كتير منيح، بس من الواضح إنك أنت كمان أتقنتي شغلك معه وكتير منيح. بس بيان بيحبك إليك، والله بيحبك إليك، لا تخسري. وبعدين بيان بيضر رجال. تقنعيني إنه أنت ما حبيتي لبيان؟ أنا حبيته ما بنكر، بس هو بيحبك إليك، والله بيحبك إليك. نصيحتي لا تخسري ريتا، ودايمة على القهوة بخاطرك. أنا بحب، والله بحب. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.